ورجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم عملنا ايه قبل الفاصل. حصري والاول مرة على قناة ست البيت، عملنا جوزيه الكنافة خلاص بطريقة سهلة جدا، ووريتك بتتحشي ازاي، ودي منظرها في الاخر بالمنظر ده كده. بصوا بقى قد ايه لازم نختار حاجة شكلها حلو وظريف، اي سبرينكلز بقى، فستق، بندق، اي حاجة بقى، اي مكسرات، جوز الهند بالشكل ده. خلاص هشيلها بس كده خلاص. وهنعمل تاني وصفة معانا برضو كنافة، بس كنافة على شكل قمع، او انا مسميها كنافة قمع الكنافة بتاع بوجي وطمطم، عشان انا هحط توبر زي ديت. خلاص انا قلت لك بوجي وطمطم ممكن نعمله ازاي، ان احنا نعمل باترون ونقص عليه بوجي وطمطم. طب لو مش عايزة تعملي كده وعايزة حاجة سهلة وسريعة، هتطبعي صور بوجي وطمطم او اي صور انت تحبيها، وتبتدي تقصقصيها، وتجيبي اللي هي العصيان ديت بتاعة المصاصة، وتلزقيها من ورا بالمنظر ده كده، فبتطلع معاكي بالشكل ده. خدي بقى دوت يعني ايه بوجي وطمطم، اي شخصيات اولادك بيحبوها تعمليها بالمنظر ده، وتحطيها على الحاجة اللي هما بيحبوها كده. هنجيب مقاديرها ايه بقى، كنافة طبعا، ومعانا برضو سمنة سايحة، بس هتبقى معانا في الصينية دي، عشان كده سميتها قمع الكنافة بوجي وطمطم، عشان انا هحط عليها اشكال بوجي وطمطم بالمنظر ده. هي الصينية شكلها كده، فانا قلت انا بستخدم الصينية دي في شكل الكيك، بعمل اشكال كيك بالصينية دي، فانا برضو قلت استغل الصينية واعملها شكل الكنافة. يعني انا ما بجيبش صينية واركنها عشان حاجة معينة وبس، لا انا بجيب الصينية وافكر ممكن اعمل بيها ايه تاني بس، فانا هستخدمها، ففكرت برضو ان انا استخدمها اعمل بيها حاجة وتكون خفيفة برضو. ممكن نحشي الكنافة وممكن ما نحشيهاش كده اهوت. انا بديالك بالكنافة ان هي تبقى سادة وسهلة خلاص، وبعد كده هعمل لك كنافة محشية وجلاش محشي، وهوريكي كذا حاجة كده اهوت. نلف برضو الكنافة كده، نحطها بس هنا في الطبق كده، نركن بقى الكنافة كده على جنب. نجيب برضو السمنة السايحة، اهم حاجة ان السمنة تبقى سايحة والكنافة تبقى مليانة سمنة عشان تتحمر معايا كويس، لان انا ضد ان انا احط الكنافة قليلة السمنة واجي اروح واخدة الكنافة كده واروح مغطساها، يعني املى مثلا البولة دي مثلا كمية سمنة عشان اخلي الكنافة تتحمر، وبعدين اروح جايبه الصينيه مليانه فيها سمنه كتير واروح دلقه السمنه. طب ليه؟ لا طبعا، يعني استهلاك سمنه ودهون قد كده لا. انا عايزه حاجه تبقى خفيفه، احنا في رمضان والصيام، وعايزين ناكل حاجه تبقى خفيفه على معدتنا، ما تبقى حتى الحلويات، يعني بالنسبه للحلويات تبقى خفيفه زي الاكل كده، ما احنا برضو بنحتاج ان احنا ناكله يبقى خفيف، عايزين برضو الحلويات تبقى خفيفه. بعمل كده، اخلي السمنه تبقى جوه الكنافة بالمنظر ده كده اهوت خلاص. بس انا بأكد اهو، كنافة باللبن، ما لقيتيش برمة يبقى هاتي كنافة باللبن. البرمة بنستخدمها في حاجات معينة، لكن هاتي كنافة باللبن، بتدي فعلا طعم حلو جدا في الحلويات الشرقية بالذات كده، والحاجة ما بتبقى بيتي فعلا طعمها بيبقى مختلف عن اللي في الشارع كده اهوت. خلاص هي دخلت كده خلاص فيها السمنة كده، هنروح جايبين بقى كده، نمسك حتة حتة ونروح حاطين هنا. طب انا جت في دماغي برضو، لو ما عندكيش الصينية هتعملي ايه؟ عارفين الاقماع الكورنيه اللي انا كنت وريتها لك قبل كده، انا هعملها لك في حلقة تانية، ازاي تعملي الكورنيه خلاص بالاقماع اللي انا وريتها لك. ممكن برضو تحطي الكنافة في الاقماع دي لو ما عندكيش الصينية خلاص، وتعملي القمع ده. بس نمسك كده ونقطع المنظر ده كده ونحط كده، برضو الكنافة طعمها خفيف جدا جدا جدا. وكل معايا طبعا قبل كده ده، والحلويات الشرقية اللي انا عملتها قبل كده، وعارفين الحلويات الشرقية اللي انا بعملها فعلا بتبقى خفيفة ومش دسمة خالص. وطبعا احنا كل ده هناكله بعد الفطار ان شاء الله يعني. بس نحط كده برضو حتة تانية خلاص كده،
نفكها بس من بعض شويه ونحط كده، يعني نحاول نملاها عشان تديني ايه شكل حلو والقمه يبقى كده حلو بس بالمنظر ده. خلاص هتبقى كده، هتخش بقى الفرن برضو على درجة 180 لحد ما تلاقيها احمرت والكنافة مسكت في بعض، هتطلعيها. نشوف بقى نزينها ازاي. انا طبعا ببقى مجهزة كل حاجة علشان ايه نكسب وقت، واوريكي كل التفاصيل وكل الحاجات الحلوة معانا. كده نمسح بس الرخامة كده. ممكن مش عايزه تحطي عليها التوبر بتاعه الاطفال او جزء وجزء، في طبعا بيبقوا ناس كبيره معانا في العزومات. ممكن نحط بدل التوبر نحط كريز احمر، كريز اخضر، مكسرات، رشه مكسرات. هنجيب كده الستاند بتاعي، كده بالمنظر ده. خلاص انا حطيتهم في ورق الكب كيكس بالمنظر ده. خلاص واروح جايبه بقى بجيب طمطم، اروح ايه حطهم كده. بس مثلا دي بنوته ماسكه فانوس، اروح حطها كده. كده بصوا قد ايه بقى الحاجات دي بتعجب الاطفال جدا. كده اهو نحط كده، قربها بس عليا كده كده. بصوا قد ايه شكلها بتبقى حلو. نحط واحده وواحده واحده وواحده كده. ممكن بقى نرش شويه جوز الهند، شويه فستق، لو حد بقى معانا كبير نحط بقى كده شويه فستق، شويه جوز الهند كده هو. نحط على تحت، ممكن نسيبها كده فاضيه من غير اي حاجه، مش هيجرى حاجه يعني. كده نحط هنا برضو ايه واحده بوجي وطمطم تاني. يعني انا اهتمامي كله ان ازاي افرح الاطفال الصراحه في رمضان بالمنظر كده. بس عايزين بقى نسيبها زي ما انتم شايفينها كده من تحت، مفيش مشكله. يبقى كده النهارده انا عملت لكم، نجيب بقى الحاجه اللي انا عملتها. عملنا نشيل بس دول عشان ايه الحاجه تبان شكلها حلو قدامكم كده، او اي شخصيه برضو الاطفال بيحبوها تعمليها. يبقى النهارده عملنا ايه مع بعض؟ عملنا جوزية الكنافه لاول مره على قناه ست البيت، جوزية الكنافه وحشيناها بالمربى بكريمه البندق بصوص الكراميل صوص الشوكولاته ولزقناهم مع بعض بالشكل ده. وعملنا اقماع بوجي وطمطم بالمنظر ده هوت. انا سميتها اقماع الكنافه بتاعت بوجي وطمطم عشان انا حطيت عليها بوجي وطمطم، وكمان بمناسبه رمضان. اتمنى النهارده الحلقه تكون عجبتكم، واحلى وصفه لاحلى مشاهدين من احلى قناه ست البيت. وصوم مقبولا وافطارا شهيا.